الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله، يعني ربنا وفقنا في عقد الاجتماع الأول للجنة ومبادرة حل الأزمة السودانية. هذه اللجنة التي كونها الأخ مدير جامعة الجزيرة استشعارا من جامعة الجزيرة لأهمية أن يكون للجامعة يعني رؤية ومبادرة تطرح للمجتمع السوداني وللقوة السياسية ولكل الحادبين على مصلحة السودان من النخب والمثقفين والمفكرين، وهي مبادرة يرجى لها أن تكون إن شاء الله شاملة في النظرة ومحايدة، تستوعب كل السودانيين، كل واحد من السودانيين على اختلاف انتماءاتهم الفكرية والثقافية يجد أنفسهم في هذه المبادرة، أنها تخاطب المشكلات المزمنة التي ظل السودان يعاني منها والتي سببت للسودان كثير من الأزمات والكوارث والمشكلات، سواء كانت مشكلات أمنية أو غيره. نتطلع إن شاء الله تبارك وتعالى إلى أن تخرج هذه المبادرة في أقرب وقت ممكن، ويبشر بها عن طريق عقد مؤتمر صحفي وطرحها لكل القوى السياسية وللمجتمع السوداني. ندعو كل السياسيين والشعب السوداني إلى الالتفاف حول هذه المبادرة، فهي لا مصلحة لها إلا أن يظل السودان مستقر وموحد وآمن، والسلطة فيه يتم تداولها بصورة سلمية وصورة فيها تسامح كبير وفيها قبول بالآخر، وكل مواطن سوداني مهما اختلف انتماءه أو إثنيته أو منطقته يجد نفسه في هذه السلطة وفي هذه المبادرة إن شاء الله تبارك وتعالى. نحن نطلب من كل السياسيين ومن الشعب السوداني قاطبة أن يلتف حول هذه المبادرة وأن يدعمها، إذ أن الجامعة لا دائرة نصيب في السلطة، لا دائرة لها كراسي في الحكومة، دائرة بس السودان يظل معافى، والسودان يعني يظل دولة كما عهدت وكما عرف عنها أنها دولة كبيرة، دولة آمنة، دولة مستقرة، دولة متسامحة، دولة يعني تنشر في المنطقة كلها العلم والمعرفة والأمن والاستقرار. لذلك نحن نتطلع إن شاء الله تبارك وتعالى إلى أن تكون هذه المبادرة أن تجد قبول واسع جدا من كل أطياف الشعب السوداني، وأن تجد قبول واسع أيضا من القوى السياسية على اختلاف توجهاتها وتبايناتها. نحن نتطلع أن نصل عن طريق هذه المبادرة كمقترح للحل، هي ليس حل ملزم لكنه مقترح يخرج من مؤسسة عريقة بصورة علمية محايدة مجردة، ليس فيها انحياز لأي طرف وليس فيها انتماء لأي تيار سياسي، إنما الانتماء للسودان الوطن الكبير الذي يجمع كل أبنائه على اختلاف توجهاتهم السياسية والفكرية والثقافية. لذلك نحن نشكر لإدارة جامعة الجزيرة هذا الاهتمام الكبير، وكون لنا الشرف أن نكون أعضاء في هذه اللجنة فهذا شرف كبير. إن شاء الله تبارك وتعالى نتطلع إلى يعني عمل كبير وعمل يعني ناضج، وعمل إن شاء الله يجد الاحترام والقبول من طيف واسع من القوى السياسية ومن أبناء الشعب السوداني. انطلقت مبادرة جامعة الجزيرة لحل الأزمة السودانية، واليوم كان أول الاجتماعات بتوجيه كريم من السيد مدير الجامعة يعني نداءات ومحاولات من الأساتذة الموجودين في الجامعة لحل الأزمة الموجودة في السودان خاصة في الفترة الأخيرة. ويعني الليلة الاجتماع كان اجتماع بداية أولى، كان نظم الأعمال وقسم المبادرة لمحاور أساسية تنطلق منها دراسة دقيقة واعية لقيام جامعة الجزيرة بدورها تجاه المجتمع ومشاركة في حل الأزمات والمشكلات، ويمكن دي واحدة من أعمق الأزمات اللي مرت على السودان في الفترة الأخيرة. المحاور تتناول جوانب ودراسة عميقة يقوموا بها الأساتذة الموجودين، خمسة محاور أساسية لدراسة الأزمة، دراسة بعمق وتحديداً للمحور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ودراستها والأحوال وتقديم الحلول الناجعة للأزمة، وإن شاء الله تكون مبادرة تساهم بقدر كبير في حل الأزمة في السودان. ونحن نتمنى التوفيق والسداد للمبادرة، وربنا يوفق إن شاء الله.
جاء هذا الاجتماع الأول للجنة الخاصة بتقديم مقترحات لحل الأزمة السودانية الحالية التي جاءت نتيجة لهذه الحروبات والصراعات. توصل هذا الاجتماع ابتداء إلى تقسيم العمل إلى محاور أساسية تتمثل في كل من المحور الاجتماعي والمحور السياسي القانوني ومحور الأمن أو القوات النظامية وكذا المحور الإعلامي. كل هذه المحاور مجتمعة وكأنها تفصل المناخ الاجتماعي أو المجتمعي للسودان وتعبر عن كل المشكلات والأزمات السودانية التي من شأنها أن تؤدي إلى مثل هذه الأزمات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نقدم أو نقترح ما فيه الخير للبلاد. كان الاجتماع الأول للجنة حل الأزمة السودانية. حقيقة جاء قرار هذه اللجنة بعد خطبة عصماء تلاها علينا دكتور فاروق في يوم 16 الجمعة، وعلى ضوء كان بحل الفتوى قبل اندلاع هذا الحرب، كان بيتكلم عن الأوضاع الأمنية والمفارقات السياسية وكذا وكذا وكذا. على ضوءها بعد نهاية الخطبة مباشرة قرر السيد مدير جامعة الجزيرة تكوين لجنة تشارك في حل الأزمة السودانية، فكانت من 17 عضوا كنت مقررها ومساعدا للمقرر الدكتور أحمد الخضر. فالليلة كانت أول اجتماعات هذه اللجنة. للأسف أنه لما تكونت اللجنة دي كان لسه الحرب ما كانت حتقوم، كان حيكون جدول أعمال مختلف خالص. كان الليلة أول اجتماع بالنسبة لنا، ومن خلال هذا الاجتماع برئاسة بروفيسور عبد الله كان جدول هذه الاجتماع اليوم تكونت المحاور بتاعة حل الأزمة، وهذه المحاور حيكون عندها محاور فرعية لتناول أسباب الأزمة بشكل نهائي، وعين لجان فرعية لهذه المحاور والمحاور الفرعية على أن تؤتي أكلها في الاجتماعات القادمة إن شاء الله، ونأمل أن ندلو بدلونا باسم جامعة الجزيرة في حل هذه الأزمة المتفاقمة. شكرا جزيلا.